عمل كشك اليوم. إضافة الرايب أول شيء على البرغل. كان ضفنا عليه جميد سائل عشان يطلع زي كشي الغنم. نخليهن لثاني يوم مشان البرغل يشرب الجميد والرايب. بعد ما خلينا يوم كامل بالجميد بدنا نضيف عليه مرة ثانية اليوم رايب مشان يكون جامد شوي لعمل الفطاير. هاي احسن طريقه لعمل الكشك. نخلي كمان 24 ساعه ونشوف اذا بده بعد. وبنتركه كمان مره ثانيه 24 ساعه نشوف كيف بصير كيف جامد ولا بعد محتاج لرايب. المرحلة قبل الأخيرة في عمل الكشك وهو تجفيفه وإضافة اللبن عليه. جامد اللبن عليها. يا جامد اللبن. نخلطه مزبوط اللبن والبرغل مع الجميد. واخيرا سوينا فطاير الكشك. كمان سوينا معها صينية بيتزا بالبابروني منبوش الزعتر كبيرة. مناقيش زعتر صغيرة.